ايه يا انا حاكلك يا جحش ولا ايه؟ قطع لساني يا حاج، ده اللي عندك يزيد ما يقلش. بس انا المؤاخذه عملت اللي عليا وزياده حبتين، ولحد دلوقتي اللي خط ابيض ولا اسود. بتتلم ميزانيتي في ايه؟ يعني تفتكر عمك الحاج هياكل حقك ولا ايه؟ ما اكيد برضه هيحللك بقك. لا يا حماد بيه، يحللي بقي دي لما اكون جايب نتيجه الاستاذ في الثانويه العامه، لكن لولا اللي انا عملته كان الاستاذ راح في حديد. احنا عارفين يا زناتي ان انت عملت كتير، وعمك الحاج برضه سيد من يقدر. ما انا عارف يا متر، بس انتوا برضه قدروني، انا في رقبتي دم يا ناس، ويعلم ربنا هيحاسبني ازاي. طب عليا الطلاق من بيتي، لولا غلاوه سيدي الاستاذ ما كنت عملت كده ابدا. بس انتوا ما تعرفوش غلاوته عندي عامله ازاي. هات من الاخر يا زناتي. عايز ايه؟ 1,000,000 جنيه. كام يا زلاتي؟ 1,000,000 جنيه يا حاج. نعم وحد امك، انت اتجننت يا دول ايه؟ اتجننت ليه يا عم الحاج؟ كتير 1,000,000 جنيه على ابنك الوحيد؟ وبعدين هو انا يعني اخدهم لوحدي؟ ده لسه فيه رفاعي وتايس ونبالة ازرق. وبعدين انت تاجر يا حاج وفي السوق وسيدي اللي عارفيه، من بعد ما عوموا الجنيه والدنيا بقت في الطالع. ما تخافش يا زلاتي، انت ابننا برضه لازم تكون مرضي. بس نستنى لبكره لغايه ما نشوف ايه اللي هيحصل في النيابه. اتفقنا؟ اتفقنا. استغفرك واتوب اليك يا رب، استغفرك واتوب اليك يا رب. ما اتاخرت ليه؟ انا بدات اقلق على سليم. ما هو يا سامي المحامي معاه المره دي، أكيد بيحاول يعني يتصرف. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله هيروح معانا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والراجل الظالم مش مستكفي باللي عمله فيا، كمان مش عايزني ادافع عن نفسي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خايفه ابراهيم لا يعمل حاجه في بنت من البنات. تخافيش، تخافيش يا سميحه، انا هتصرف. هتتصرف ازاي يا اخويا بس في الشده اللي انت فيها دي؟ ما تخافيش يا سميحه، كلها شويه وادخل لوكيل النيابه، بس لما اخلص اللي عنده، وساعتها ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. يا رب. يا متر مفيش داعي تضيع وقتي وقت اكتر من كده، انا سايبك تتكلم من بدري، بس انت بصراحه يعني معطلني بدون اي معنى. تقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي كلهم متفقين على حاجه واحده، والبيه مش قادر يثبت ولا كلمه من اللي بيقولها. كل ده في 4 ايام، طب شرعي ومعمل جنائي وتحريات، ده ايه السرعه دي كلها؟ ايه مش عاجبك الناس شايفه شغلها ما يرضي الله ولا ايه؟ موكلي يقصد ان سرعه الاجراءات بالشكل ده بتتماشى مع فرضيه الكيديه والتربص اللي احنا بنقولها لسعادتك. الكلام ده بقى تقوله في المحكمه يا متر، ولا انا اشك ان في محكمه ممكن تاخد بالكلام ده. الموضوع واضح زي الشمس. اكتب يا ابني. يعاد المتهم الى محبسه وترفع اوراق القضيه المرفق بها ادله الثبوت الى معالي المحامي العام للبت في تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات. ماشي يا شبح. الله وأنا هفرح فيه ليه يا جدع؟ ربنا يستر عليه وعلينا. طب ابقى طمني. سلام. سلام يا غالي. الزبون اتحول الجنايات شكلها هتلعب معانا قد الفقرية. الله يا خوفي بعد ده كله يطلع نقابنا على شونا وناخد صابونة من لطفي أبو المجد وتبقى خلصانة في صبانة. صابونة مين يا بقف؟ ده أنا معايا الكم اللي بيقش. الفيديو اللي فيه الواد ابنه وبيضرب البت بالعربية. يعني ما ينفعش. وبعدين؟ ولا قبليه، جه الوقت اللي لازم ناخد فيه حقنا من لطفي ابو المجد. بقول لك ايه؟ انا طلبت منه 100,000 جنيه. هديك نصها، انت اخويا. مرضي يابا؟ كده بقى تبقى خلصانه في ابو قاسم. خلي بالك من البنات يا سميح، ربنا يقويك على حملهم. معلش يا سميح، انا شايلتك حمل تقيل وانت مش ناقصه. ما تقولش كده يا ابراهيم. أنا قدها وقدوتي يا أخوي. أنت والبنات فوق راسي وجوه عينيا. ربنا يفك كربك قادر يا كريم يا رب.
وترجع بيتك تنوره من تاني. ابراهيم سعيد السني. ايوه. تعال. خلي بالك من نفسك ومن البنات يا سميح. ها؟ وحياة حبيبك النبي ما تزعلي منها سميح. خلي بالك من البنات. الطريقة دي هتضرك مش هتفيدك يا ابراهيم. قول أي حاجة قبل ما أقفل المحضر على كده. هو ده كل اللي عندي يا بيه. قلت اللي عندي كله لسعادتك. اتهمك لحسن الطبع ورجالته. يا بينا ما بتتهمش حد. أنا ما شفتش حسن الطبع وهو بيسرق. الله أعلم بقى بيه مين اللي سرق. يعني أنت بتعترف بسرقتك للعهد؟ لا يا بيه أنا ما سرقتش حاجة. وفي نفس الوقت يا بيه ما شفتش مين اللي سرق الدولاب، الله أعلم. أمال مين اللي سرقها يعني؟ الله أعلم يا بيه، ولاد الحرام كتير. ده آخر مرة يا إبراهيم. الطريقة دي مش في مصلحتك. أنا عايز أساعدك. قول لي الحقيقة. يعني أكذب يا بيه؟ هو ده اللي حصل بالظبط يا بيه. أنا كنت عند المريض ورجعت لقيت الدولاب مكسور والحاجة مسروقة، ولا شفت مين اللي سرق ولا أعرف حاجة يا بيه تاني. كده؟ أنت حر. اكتب يا ابني. أوي بقى. صباح الجمال يا معلم. نهارك بيضحك يا برنس الليالي. إيه يا زهرة، أنت مالك فرحان ليه كده؟ الله، أمك جالي عريس؟ إبراهيم يا معلم. إبراهيم هيتجوز أمك؟ يا ريت، اسمع من بقك ربنا. تقول في إيه يا قد ما تنط؟ إبراهيم. مالك؟ حولوك جنايات يا معلم، حولوك جنايات. ايوه. كده بقى تبقى الزياره اللي عملناها لمراته جابت نتيجه. ربنا يتولاك برحمته يا ابراهيم. مش لازم افك خلاص، خلصت. يلا روح. روح فين بس يا سيدي؟ احنا مصدقنا الظابط وافق ان احنا نيجي نشوفك شويه. هتلاقي التعليمات لسه ما وصلتلوش. تعليمات ايه بس يا ابني؟ الراجل بيتعامل معاك وعامل حساب انك كنت زميله في منتهى الادب والذوق. معلش كل ده شويه هيضيع. في ايه يا ياسمين؟ ايه الطريقه اللي بتتكلم بيها دي؟ انا عمري ما شفتك مستسلم كده. عشان انا عمري ما دخلت ممكن يحصل لي كده. يا صغير واحد الله امال مش كده؟ لا 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 ربنا ينتقم الكل. حد يفكر انه هو يأذيك يا ضنايا، بس انت قول يا رب، قول يا رب ربنا ينصرك. حلو قوي 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 الكلام ده. ماشي، خليك عندك انت وبلغني اول باول. سلام. خير يا متر. مبروك يا حاج. النيابه امرت بتحويل القضيه للمحكمه، واللي افندي سليم ده هيتحاكم بتهمتين، قتل زياد والرشوه. ده غير بقى يعني شويه تحابيش كده من تهم على جنب. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. وما منزحت يا حاج؟ لا يا احمد، لسه ما انزحتش. انا مش هطمن ولا اهدى لما القضيه دي يتحكم فيها. وحياتك وغلاوتك عندي اللي هيتحكم فيها. وانا بقول لك اهو من دلوقتي، لو جابوا 20 محامي القضيه دي اتقفلت ضبه ومفتاح. اهدى شويه يا متر. الحكومه ممكن جدا قدام تترمخ على القضيه. مفيش حاجه صعبه على الحكومه. وفي الاخر ده ظابط يعني راجلهم. انسى يا حاج، الحكومه خلاص قررت ان هي تقرا الفاتحه على روحه، وبعدين صعب قوي يعني ان هي تطرمخ على الموضوع بعد الهيصه دي كلها. الناس بتنسى حماد، الناس بتنسى. لا يا حاج، امال احنا بقى لازمتنا ايه؟ فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعدين بقى انا ابتديت بواحده النهارده. واحده؟ واحدة ازاي يعني؟ خليت الرجالة عندي في الدايرة يلموا شوية ناس ويطلعوا على سرايا النيابة، يعملوا لهم يعني شوية قلق وهيصة هناك كده، عشان لو بيفكروا يلعبوا بديلهم كده ولا كده يراجعوا نفسهم. ايوه بس الناس دي هتروح تقف قدام النيابة بصفتهم ايه؟ ده كلام برضه. مواطنين شرفاء متعاطفين مع قضية الواد، ده غير ان هم مستهين جدا من تجاوزات الشرطة، والشعب كمان لازم يقول كلمته. يا حرية فينك فينك؟ يا حرية فينك فينك؟ الأنصاري بيننا وبينك؟ الأنصاري بيننا وبينك؟ الأنصاري بيننا وبينك؟ الأنصاري بيننا وبينك؟ أيوة يا فندم، هو من معلك سعادتك. أنا آسف بزعج سعادتك، بس الدنيا عندنا هنا خربانة خالص. لا في تجمهرات يا فندم وإحنا مش عارفين نعمل معاها إيه، ما كناش عاملين حسابها. تمام يا فندم، تمام. Yeah.
اسف جدا ياسمين بيه، بس معلش نضطر نطلع فوق تاني. انا اسف يا فندم. لا يا ابني ما تتاسفش، كتر خيرك على كل اللي انت عملته معايا. معلش اتفضل قدام يا سامي. ربنا معاك يا ابني. تحتك يا سامي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يفكر يمسك يا سامي. وقفه متعمل توهو عشان نتمم العدد. سليم بيه الدنيا مقلوبه عليك بره. انا اسف جدا بس انا اضطر احضرك مع المتابعين الخدمه النيابه. شوف شغلك يا باشا. اول ما الدنيا تهدى كل حاجات اللي عطلتها. Let's go!